اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذه النشره المفصله من تلفزيون لبنان مساء الخير حال الانتظار الصعب لانجاز قانون انتخاب جديد على عتبه ثلاثه ايام الاخيره من العقد العادي للبرلمان بدت اليوم غير مرشحه للاستمرار وقد تشهد البلاد ولاده قانون جديد للانتخاب ربما في غضون العقد الاستثنائي للمجلس النيابي الذي ينتظر صدور مرسومه في اليومين المقبلين قانون باتت النسبية فيه أمرا مسلما به، أما أسباب هذا التفاؤل فليس فقط استمرار المشاورات الصامتة التي يتطلع بها النائب جورج عدوان، بل ما أعلنه اليوم النائب وليد جنبلاط بقوله: ننتظر المساعي الصامتة للخيرين للوصول إلى تسوية، وفي مقدمهم النائب عدوان الذي سيكون طرحه هو الحل. ومن أسباب التفاؤل أيضا وبعد الموقف الإيجابي للقوات اللبنانية منها أمس أثني اليوم الوزير جبران باسيل على تأثير النسبية في فك احتكار الطوائف في التمثيل البرلماني وقبل تفصيل المواقف من قانون الانتخاب نبدأ من أول تعليق لوزير الأعلام رياشي حول الإجراءات القضائية في تلفزيون لبنان فقد أكد الوزير الرياشي على هامش زيارته واشنطن أن القرار الذي صدر أمس عن قاضي العجلة في بيروت الرئيس جاد معلوف بإنهاء الإدارة المؤقتة لتلفزيون لبنان كان لابد منه وأشار إلى أن الشركة عانت في المرحلة الأخيرة من أوضاع غير سوية نتجت عن تجاوزات لحد السلطة الأمر الذي انعكس توترا وإرباكا وتابع ريشي أنه لم يتم التجاوب مع الدعوات التي وجهناها لوضع حد للخلافات التي انتشرت بين الإدارة المؤقتة وعدد من المسؤولين في الشركة وموظفيها حتى وصل بعضها إلى القضاء ما دفعنا إلى مخاطبة السلطة القضائية التي أنشأت الإدارة الأخيرة للشركة إنهاء مهام هذه الإدارة لا أن مجلس الوزراء مقبل على تعيين مجلس إدارة جديد وحتى يتم ذلك فقد أوكلنا إلى الخبير المالي جزاف سميحة مهمة تسيير شؤون الشركة بإشراف مباشر من وزير الإعلام وشكر ريش القضاء على التجاوب السريع داعيا العاملين في تلفزيون إلى التعاون مع المدير المؤقت وأكد أنه سيعيد النظر في كل الإجراءات التي صدرت عن الاداره السابقه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل راى ان احدى فوائد النسبيه في قانون الانتخاب هي عدم احتكار الطوائف لاحد لافتا خلال جوله بقاعيه من ضمنها افتتح مكتبا للتيار الوطني الحر في بلده شعت البقاعيه الى ان كل القوانين التي طرحها التيار تمحورت حول النسبيه مطالبا بقانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب واعتبر باسيل ان المسلمين في التيار الوطني الحر أكثر حماسة من المسيحيين ولا عقدة لديهم من تحصيل حقوق المسيحيين في لبنان أدوني فيه إنه التيار الوطني يكبر وينمى بهالمنطقة بكل بلدة من بلداتها يكون في عنا هيئة ومنتسبين وناشطين وناس مؤمنين بهيدا الخط لأنه نحن بدنا نكون الخط الثالث يلي بأول خطين الموجودين يلي بأول ما مثل ما الغير عم هو اللي معكم. في شان الانتخابي النائب ناجي غريوس أكد أن قانون الانتخاب العتيد بات في مراحل متقدمة والبحث أصبح الآن حول احتساب الصوت التفضيلي وكرر لتلفزيون لبنان أن الرئيس عون لا يريد قانون الستين إنما ما قاله هو لتفادي الفراغ التطور الحاصل في مسألة قانون الانتخاب هو بسبب عناد التيار الوطني الحر الكلام من النائب ناجي غريوس الذي أوضح أن رئيس الجمهورية لم يعلن أنه يريد قانون الستين اتهموا فخامة الرئيس أنه هو بده قانون الستين فهموا غلط هو قال هو قال إذا وصلنا ل 19 وما كنتم لاقيني عم بحسن لحتى يلاقوا قانون، إذا ما كنتم لاقيين قانون جديد للانتخابات بدي اضطر أنا أدعي لحتى نتفادى الفراغ بدي أضطر أدعي للقانون المعمول به ما قال رئيس الجمهورية أنا بدي أنون الستين قال لتنتفادى الفراغ إذا ما اتفقتوا على أنون من هلأ ل 19 من واجباته يمشي بالدستور بري يطبق الدستور ما بيقدر هو رئيسه هو الوحيد اللي حالف على الدستور 15 دائرة متفق عليها اليوم ويبقى مسألة التفضيلية الدوائر صارت تقريبا متفق عليها يلي هي 15 اما بالنسبه للتفضيله بعتقد انا هون بصير في اتفاق من هلا لكم يوم ونحن بنعتبر انه هالتقدم هيدا هالتقدم هيدا دليله منيحه قبل ما قبل 19 حزيران وبالنسبة للجلسة المزمع عقدها في الخامس من حزيران صار في عليها كتير حديث بالنسبة ل تأجيلها لوقت بعد ما رئيس الجمهورية ما عمل المرسوم للتمديد لدورة استثنائية هلأ ما بدنا نعتبرها هيدي خطأ أو صح بدنا نقول نحنا أنه نعتبر أنه الرئيس بري أجل الجلسة وما عين لخمسة خمس الشهر لأنه بعد رئيس الجمهورية اللي مناطة له صلاحيات أنه يعين أمتين بتكون الجلسة يعطي يعطي الاذن بفتح دورة استثنائية بتحديد الوقت تبعها وب شو هو المواد اللي بدها تنبحث بهالوقت هيدا النائب نديم ديم اللي يعتبر في حديث لتلفزيون لبنان ان القانون المطروح اليوم لا يمثل كل اللبنانيين لا بل انه يضخم بعض الاحجام ويضيق على بعض الفئات لفت عضو كتلة نواب الكتائب النائب نديم الجميل في حديث لتلفزيون لبنان الى ان هناك قرار محلي واقليمي بعدم ادخال لبنان في ازمات المنطقة وعن الذي جاء في بيان القمة فيما خص لبنان قال الجميل المواقف اللي اتخذت كانت متوقعة جدا خاصة بما يحصل اليوم بالعراق وبسوريا وخاصة بما يحصل ايضا باليمن فكان من المتوقع انه القمة العربية تاخذ هالاتجاه هيدي بامل بامل انه اليوم ترجع كل كل الساحه العربيه الى الى مكانها بدون ما يكون فيها الصراعات العربيه العربيه او الاسلاميه الاسلاميه وخاصه السنيه الشيعيه اللي بفتكر اليوم هي عم تغلي كل هالمنطقه وعن الطرح الاخير للنائب جورج عدوان فيما خص القانون الانتخابي اعتبر الجميل ان هناك توسيع لبعض الاحجام مع محاولات التضييق على بعض الفئات. اكيد يمكن في قبول او في نوع من نقطه وصل وصلوا ولكن انا برايي هذا القانون بعده منه القانون الانسب اللي نحن عليه، هذا القانون منه القانون يلي يعني معتمد المعيار الواحد والمعيار الموضوعي لكل الـ لكل الـ الـ التقسيمات ان كانت ان كانت الدوائر او حتى طريقه الانتخاب، انا برايي اليوم فيهم اللي يتفقوا الاستابليشمنت او القائمين اليوم على هالبلد او السلطه السياسيه ممكن تتفق ولكن مش بالضرورة انه هيدا القانون يكون الافضل والانسب للشعب اللبناني وللتمثيل الحقيقي للشعب اللبناني وليس لحزب او لطائفه او لمنطقه معينه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي أعلن أن قوة المسيحيين هي في انتشارهم على مساحة الوطن خصوصا أنهم قادرون على النهوض به واعتبر من ابن شعي خلال اللقاء مع فعاليات ومناصري المردة في جبير أن الخطر الكبير هو عملية تطويع الطوائف والأخطر منه عملية نقل المقاعد وكل القوانين الانتخابية التي طرحت كان هدفها الإقصاء وأشار إلى أن الحل يكون ببناء دولة قوية قادرة وإنماء متوازن حقيقي أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس الراعي أن هذه السلطة أوصلتنا اليوم إلى شفير هاويتين، التمديد للمجلس النيابي والفراغ في السلطة التشريعية الذي يدخل البلاد في المجهول، كلام الراعي جاء خلال ترأسه قداس عيد العائلة في كاتدرائية مار اسطفان في البترون. لكن هذه السلطة أوصلتنا اليوم ربما عمداً. ان شاء الله لا وهذا اخطر وادهى اوصلتنا الى شفير هاويتين التمديد للمجلس النيابي غير المرتبط باي قانون جديد تجري الانتخابات النيابيه بموجبه اذ يطيح بالدستور وبحق الشعب اللبناني والهاويه الثانيه الفراغ في السلطة التشريعية الذي يدخل البلاد في المجهول ونشرة مستمرة بعد الفصل أهلا بكم من جديد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وفي تغريدة على تويتر دعا إلى الحفاظ على الطبيعة بعيدا عن وحوش الكسارات والمرامل والعمار العشوائي اسمان جديدان اضيفا الى قائمه ضحايا الطرق في لبنان فقد قتل اندرو رزق 17 عاما ورفيقه من ال ازان 17 عاما اثر تدهور سيارتهما في وادي في واد في حبوب في قضاء جبيل وذكرت غرفه التحكم المروري ان عناصر الدفاع المدني في مركزي العيبه وجبيل وبمؤازره عناصر مغاوير البحر ومخفر جبيل في قوى الامن الداخلي وعناصر الصليب الاحمر اللبناني والاهالي تمكنوا من انتشال جثتي الشباب من الوادي الذي يربط بين بلدتي مزرعه الجميل وحبوب في جبيل وتم نقل الجثتين الى مستشفى سيده المعونات الجامعي وحضرت القوى الامنيه وباشرت التحقيقات لمعرفه اسباب الحادث. المجتمع المدني في طرابلس يعمل على اعاده الصوره الحقيقيه للمدينه، تقرير يلقي الضوء. طرابلس ليست قندهار وليست بؤرة للإرهاب هذا ما يسعى إلى تثبيته المجتمع المدني في طرابلس الذي عاد في الآونة الأخيرة لينشط في المدينة من خلال العديد من النشاطات الرياضية والثقافية وليؤكد مره جديده ان عاصمه الشمال التي كانت قبل الحرب اللبنانيه مهدا للعلم وحوار الحضارات لا تزال على نفس الخط مدينه للاعتدال والفن والثقافه فماذا يقول الناشطون في المجتمع المدني الطرابلسي اليوم. المجتمع المدني عمل تغيير نوعي بطرابلس، يعني خلى او اذا صح التعبير حفز السياسيين أن يفكروا اكثر بشغلات قد يجوز انو يكونوا هن عم يعملوها ومانا كتير كتير جيده مشان ما نقول اكتر من هيك فالمجتمع المدني خليهم يفكروا اكتر قبل ما يقدموا على شغلات ما بحبوها الناس فطرابلس هي بالحقيقه مدينه محرومه من زمان ومنذ اربع او خمس سنوات بالامم المتحده حطوها انه فيها 58% من سكان طرابلس تحت خط الفقر هذا شو يعني انه 2 دولار بده يعيشوا يعيش الفرد فيها مع انه طرابلس تملك مقومات كتير كبيره لحتى تتحسن ويتحسن اقتصادها الناس يلي عم تجي من طرابلس لعند طرابلس من برات طرابلس هي اكبر كفيل لتبرهن للناس شو هي صوره طرابلس الحقيقيه الناس عم بيعيشوا سوا انا بتحدى اي حدا اتضايق او صار له تعرض لاي شيء بقلب طرابلس من اي اي اجنبي اي ضيف اي توريست هلا دور الجامعات هي تنشر الثقافه وتنشر الوعي وانا برايي اذا صار في ارهاب اذا صار في خوف هذا عن جهل دور الجامعات نحن انه نروح لعندهم ونحنا انه نحنا إنو نحنا نمد إيه. نمد ايدنا للفقر وللجهل. احلى شيء بالبروجي هيدي اللي عم نشتغلها بطرابلس انه كلها شباب وصبايا متطوعين من جمعيه العزم والسعاده متطوعين مع اليو ان هابيتات بطرابلس عم يشتغلوا سوا وهن من كل مناطق طرابلس ومناطق لبنان يعني في منهم خارج الشمال كمان اجوا عم يشتغلوا سوا الحلو انه اليوم بمشاريع مثل هيدي بيتعرفوا على بعض بيتعرفوا عاداتهم وتقاليدهم المختلفه يمكن وبنفس الوقت لو كانوا من مختلف المدارس السياسيه او الاتجاهات السياسيه بس صار في مثل تربيه على الحوار وتربيه على السلام والثقافه. طرابلس التي لطالما كانت صندوق بريد محلي واقليمي في المعارك عادت اليوم لتلعب دورها الاساس بفضل مجتمعها المدني الذي بدا يفرز نخبا سياسيه تبشر بغد افضل. النشره مستمره بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مرة جديدة أشرفية 2020 تجعل من يوم الأحد متنفسا بيئيا بعيدا عن تلوث السيارات مرة جديدة تحول الأشرفية 2020 شوارع بيروت والأشرفية إلى منطقة بيئية وسياحية بعيدا عن تلوث المدينة والسيارات حيث ومنذ الصباح الباكر تم تجهيز المكان بالخيام الخاصة لبيع المأكولات والأدوات الحرفية وغيرها أما الحصة الأكبر فكانت للأطفال والكلاب حيث نعم بمساحة كبيرة من اللهو على الدراجات الهوائية إضافة إلى الألعاب التي نصبت خصيصا لهذا النهر بدنا جو فرح وحلو بالصيفيه هيدي اخر مره عم نعملها لانه اكيد بعدين شوب كثير والناس بيكونوا بالبحر بالجبل فاذا الله راد نرجع ايلول هيدا شغل بيت شغل بشعارنا بيت. من بيتنا لبيتك نحن بنعتمد على الاشياء اللي هي بلا سكر وبلا مواد حافظه كثير بنحرص انه يكون الاشياء من الاساس بلا كيماوي وبلا سموم وبالتصنيع بلا مواد حافظه وبلا سكر بيجي لهم بينبسطوا في كذا شغله كثير حلو المفروض يعملوا اشياء هيك طول الوقت وهيدا مشروع كثير حلو لازم على كل المناطق ينعملوا انا مع كل احد كثير عم بيحبوا الناس عم بيكونوا كثير في اقبال على الاكل اللي عم بيحبوها لانه شيء جديد بيسكلي اللي عم نعمله هون على الشوارع بلبنان وعم بيحبوا الاف المواطنين من مختلف المناطق اللبنانيه وصلوا منذ الصباح الباكر الى منطقه مارم خايل في بيروت لقضاء عطله نهايه الاسبوع بشكل مميز بعيدا عن التلوث ووسط اجواء بيئيه ممتازه من منطقه مارم خايل في بيروت صلاح عقل بيار البيع تلفزيون لبنان الى هنا ناتي الى ختام النشره شكرا لحسن المتابعه والقاكم في الحادية عشرة والثلث من هذا المساء